جات لنا شكاوي كتير جدا من الامهات بيقولوا ان انا ابني بينسى على طول كل حاجه بقولها له، اي معلومه بياخدها في المدرسه بينساها. الموضوع ده ليه حل ولا لا؟ لازم نعرف الاول ايه هي الذاكره اللي بنتكلم عنها. في انواع كتيره جدا للذاكره. في عندنا هرمون مهم جدا بالنسبه للمخ مسؤول عن الذاكره اسمه هرمون الدوبامين. يا ترى ايه الاعراض اللي ممكن نلاقيها عند اولادنا تقول ان الولد ده عنده مشكله في الذاكره وازاي نقدر نحلها؟ علاجنا في حبة حاجات بسيطة، وغير العلاج كمان هنقول حبة أنشطة مفيدة ممكن الأم تطبقها في البيت.